وفي خبرنا الأخير، افتتح وزير النقل كاظم فنجان الحمامي خط الملاحة النهري بين منطقتي العظمية والجادرية في بغداد. وقال خلال مراسم الافتتاح أن الهدف من افتتاح هذا الخط الملاحي هو لإضافة خدمة جديدة في تنقل المواطنين بين جانبي بغداد الكرخ والرصافة، بالإضافة إلى خدمة شريحة الطلبة وتقليل الازدحامات المرورية التي تشهدها العاصمة في أوقات الدوام الرسمي.